ثم ننتقل من ساحل السنابس إلى كرانة. كرانة مشروع إسكاني مساحته 9 كيلومتر مربع. صدقوني يا إخوان، هذا العقار لوحده 9 كيلومتر مربع لوحده يكفي لما يقارب من 40,000 طلب وحدة سكنية. عقار شمالي الكرانة فقط بس يكفي لجميع الطلبات، طبعا تجاوزها إذا قسنا البيت إسكاني 200 متر مربع. ومن بعد كرانة ننتقل إلى العقارين المحيطين بالمدينة الشمالية، ثم إلى عوالي، ثم إلى منطقة الاستكشاف، ثم إلى الرفاع. في الرفاع يا أخوان هناك 3 حدائق، 3 حدائق تم التعدي عليها وسرقتها. ثم انتقل للزلات، معسكرين للشباب، معسكرين يا أخوان، برلمان للشباب وألغوه. بعد 2 معسكرين للشباب راحت. لما سألنا أحد الوزراء في اجتماعنا، في آخر اجتماع مع اللجنة الوزارية، وما حدث، سألنا ماذا حدث ل20 عقار لم تذكرهم اللجنة الوزارية، قال لا علم لدي، يمكن حدثت فيها تعديات ما قبل عام 2002. شنو يعني ما قبل عام 2002 مقبول، ما بعد عام 2002 تعدي غير مقبول؟ المادة 26 من القانون المدني لعام 2001 واضحة، الأموال العامة من مدارس وشواطئ كلها أموال عامة لا يجوز التصرف فيها ولا تسقط بالتقادم، وهي حق لنا جميعا أن نطالب بها سواء كانت ما قبل عام 2002 أو ما بعد عام 2002. وهنا نكتة يا أخوان، الحكومة أو اللجنة الوزارية اعتقدت أن جميع التعديات التي حدثت إنما هي تمت قبل عام 2002، ولذلك أشاروا في ملاحظتهم، قالوا أن هذه اللجنة ستركز جهدها على ما بعد عام 2002، أما قبل عام 2002 فهي مشكلة معقدة، الأملاك تناقلت ثم تناقلت، ولكن ما فاجأتهم اللجنة البرلمانية بقائمة لم يتوقعوها. 90% من القائمة، من قائمة التعديات كلها ما بعد عام 2002. عقار شمالي المنامة 11 كيلومتر مربع ما بعد عام 2002. عقار كرانة ما بعد عام 2002. المرفأ المالي ما بعد عام 2002. العقارين المحيطين بالمدينة الشمالية ما بعد عام 2002. مدينة عوالي ما بعد عام 2002. منطقة الاستكشاف ما بعد عام 2002. يعني في أي عهد يا أخوان؟ في عهد الإصلاح يا أخوان. كل هذه السرقات تمت في عهد الإصلاح يا أخوان. أيها الأخوة والأخوات، لي رسالتان. الأولى للحكومة، اللجنة البرلمانية عملت في 29 شهر ووثقت كل التعديات التي طالت العقارات من المحرق مرورا بالمنامة حتى الدراز حتى الرفاع في 29 شهرا. ومن البداية كنا نعلم لا يمكن للحكومة أو اللجنة الوزارية أن تقدم إجابات ما عجزت عنه في 29 شهر. لكن هناك كلمة من هذا الموقع ومن هذا المكان للحكومة، كفاية لف ودوران، أي مو كفاية مالت حركة مصر، بس احنا نقول كفاية يا حكومة لف ودوران، كفاية تبرير وتضليل. ما حدث في أملاك الدولة هي سرقات وتعديات يجب تصحيحها. إذا كانت الحكومة جادة في شعاراتها في مكافحة الفساد فهذا هو الملف الأول. وهنا التحدي،
إذا كان هناك رمق للمشروع الإصلاحي فهنا التحدي. يجب انتزاع هذه الأملاك من أي شخص كان، سواء كان هذا الشخص من العائلة الحاكمة أو من غير العائلة الحاكمة، من شخص شيخ من العائلة الحاكمة أو من رجل مواطن عادي. ولا أعتقد أبداً أن يقوم رجل مواطن عادي بسرقة أراضي وأن يكون له ذلك. لكن من هذا المكان نقول كفاية، لا يمكن السكوت على ما جرى من تعديات على أملاك الدولة، لا يجوز أن نسكت. هناك أسر تعيش في صناديق يا أخوان وتنتظر بيت العمر لأكثر من 15 عاماً، وهناك من المتنفذين ومن أولاد العائلة الحاكمة يتلاعبون بالكيلومترات على مد البصر، والكل يعلم يعرف هذه الأرض لمن وهذه الأرض لمن. نقول كفاية، إذا كان هناك فعلاً مشروع إصلاحي ويراد فعلاً لهذا البلد أن يعيش بلد المؤسسات، فينبغي أن تأخذ الحكومة أو أن يأخذ الملك خطوة جريئة إلى الأمام بإعادة هذه الأملاك إلى الحالة التي كانت عليها. والكلمة الأخيرة يا أخوان لنا جميعاً حتى أختم، لا مجال يا أخوان لليأس، هذا الملف فتح الآن ولا مجال للسكوت. هم يريدون أن نسكت، هم يريدون أن يخبو بريق هذا الملف، هم يريدون أن نتناسى هذا الملف. ولكن أنا أقول لكل الجمعيات السياسية على مختلف تشكيلاتها، مهما اختلفت ولها الحق في الاختلاف، إلا هذا الملف يا أخوان، إلا الأراضي يا أخوان، أرض واحدة يا أخوان قيمتها 1 مليار دينار، ميزانية البحرين كم؟ 2 مليار، أرض واحدة يا أخوان 1 مليار دينار. فرجاءً يا أخوان، رسالة إلى كل شريف مواطن شريف مخلص لهذا الوطن، جمعية سياسية كانت أو فرد، تعالوا نتكاتف في هذا الملف حول هذا الملف من أجل أن ترجع لأجيالنا القادمة كل هذه الأملاك. ونحن قادرون يا أخوان، بعزمنا بثباتنا بوحدتنا سننتصر إن شاء الله. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.